تعال. السلام عليكم. السلام عليكم، ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ الحمد لله كويس. الحمد لله. بصوا يا جماعه، انا شيف احمد كريم، بتعلم البيتزا، انا اللي عاملها يعني، انا اللي طبخها بايدي. بما يرضي الله تقولوا لي صراحه، يعني تدوقوا وتقولوا الصراحه، لو وحشه انا عمري ما هزعل. لا والله. هتقول الصراحه ان شاء الله؟ لا بجد، من غير بجد باذن الله. هتقول الصراحه؟ والله اقول الصراحه. ماشي، لو مالحه كده قول لي مالحه، اتعلم منك. دوق بعد اذنك، دوق حضرتك، دوق. ممكن تدوق؟ هندوق ان شاء الله. ماشي. حلو. ايه؟ حلو. ما تجاملنيش والنبي. والله؟ عشان ده تعديل لازم ابقى عارفه. كويس الحمد لله. عارف سنة ملح بس. سنة ملح. بس هي حلوة. هي حلوة والله. سنة ملح تبقى حادقة مش. بس عايزة سنة ملح بسيط كده. هي جميلة كده. بجد والله. والله جميلة. يعني اكمل ولا ايه رايكم؟ لا حلو الحمد لله كده. اي حد لو سمحت، الله ينور. ممكن بعد اذنك تدوق البيتزا انا اللي عاملها؟ انت اللي عامل البيتزا دي؟ هي شكلها حلو بصراحه، شكلها جميل. طب قولي لو هي حلوه، قولي حلوه. بسم الله. الناس بتقول لي حلوه يعني، صح؟ عجبتكم؟ عجبتني والله. بجد والله عجبتني. اول مره اكل بيتزا. ايه ده؟ في ايه؟ في ايه يا عم؟ بص لا مش حلوه خالص. ايه؟ لا مش حلوه خالص يا عم والله. ده انا قعدت في 4 ايام. حلوه بصراحه. لا حلوه، ملحه قوي. لا حلوه بجد يا جماعه والنبي. تمام والله. انت بتفهمها؟ بتملحها قوي. ويا ريت يا ريت ما تعملهاش تاني. ما تعملش بيتزا تاني. قال لك اعمل بيتزا ظلمك. لا 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 لا، انت تاذي كده الناس. حلوه ايه يابا؟ بس انت عجبك دي؟ والله جميله. عجبك في ايه دي يابا؟ لا يابا دي مش حلوه، مش عجباك يا عم. قول كلمه حلوه، قول كلمه حلوه، كلمه طيبه. سامع؟ انا بقول كلمه طيبه بس بقول رايي، مش عايز رايي بصراحه. ربنا يكبر في خاطرك، ربنا يخليك والله يا عم. مش انت بتعبط احلامي يا عم؟ مش بحبط احلامك، معفنه. سلام. لا والله حلو والله. تمام يا جماعه. بص بيقولوا معفنه. لا لا حلو، مش هعملها تاني. الراجل كلها وكل عايز ياكل طوابه. الحمد لله. كانك بتاكلها بجد. الحمد لله والله. انت حلو. طب دوق تاني، معلش دوق تاني. قول لي بما يرضي الله بقى، المره دي ممكن تبقى اللي دقها وحشه. لا حلو والله. ايه رايك؟ الحمد لله حلو. تمام الحمد لله. جميله يعني. تمام. ربنا يخليكم. لو عجبكم خدوها. السلام عليكم. على فكره انا ممثل معاه، خلي بالك. البيتزا حلوه واحنا نازلين نشوف رد فعل الناس الجميله. بتمثل في التلفزيون يعني؟ بنمثل في التلفزيون بس احنا نازلين نشوف رد. الناس دي مفيش احلى منهم في الدنيا. انا يوم ما عجبتكم انا حسيت، خلي بالك الراجل ده ما عجبتهوش. لا تمام والله، باكل منها اول مره اكلها. قال لك ناس بتدينا بيتزا ما بتقدرش ناكلها والله بصراحه. ناس بتدينا بيتزا من دي ما بتقدرش ناكلها. ليه ما بترضاش تاكلها؟ ما فضلت دي يا جماعه ما تعجبنيش طعمها. ودي عجبتك؟ دي جميله والله. حبيبي ربنا يفرحك. والله بتكلم كلام طرب، والله ما بتكلم يا رياء ولا عشان اي حاجه. جميله جميله. ماشي كده ماشي.